أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. حلقتنا اليوم مع الأستاذة خلدون الغانمي، مؤسسة تلفزيون العقل الحر، وهو كاتب عراقي. راح تكون عن أحداث باريس، راح ندردش فيه عن أحداث باريس ونشوف رأي الأستاذ خلدون بأحداث باريس. خلونا بالبداية نرحب بالأستاذ خلدون. أهلا وسهلا بك أخي خلدون. شكرا شكرا زين، شكرا لك، شكرا أيضا، أهلا وسهلا فيك. شكرا فيك. طبعا راح نبتدي بالسؤال الأول، ندخل بالأسئلة مباشرة زي ما بدك. خلاص، أول شيء أنا بس أحب تفضل يعني أقول مقدمة صغيرة تفضل بخصوص أحداث باريس. أولا، في أحداث باريس شملت لبنان وشملت العراق أيضا وشملت سوريا، يعني كلها كانت في يوم. طبعا سوريا معتادة، أصبحت الأمر الجو الأجواء أصبحت معتادة، فإحنا متعاطفين مع الجميع، مع الجميع دون استثناء. فرنسا الجو غريب عليها بالتأكيد، الإرهاب غريب عليها، إحنا أصبحنا من الأراضي المعتادة على الإرهاب والتعايش معه بشكل يومي، ولكن لا يعني بأن أولادنا أيضا رخيصين أو شيء من هالقبيل. الكل إنسان مهما يكن، والمجرم نفس المجرم بالمناسبة، المجرم هو نفس المجرم. فالكرة في ملعبك، تفضل يعني بالأسئلة. وحتى طبعاً نحن بدورنا يعني بنعزي أهل الضحايا، بنعزي أنفسنا، بنعزي الإنسانية بهالمصاب. يعني كل إنسان يموت تحت وقع الإرهاب. على كل حال، رح نبدأ بالأسئلة إذا سمحت. السؤال الأول عندي بيقول: المسلمون عموماً يرددون مقولة الإرهاب لا دين له، هل هذه المقولة صحيحة أم أنها خاطئة ولماذا؟ هل هي صحيحة أم أنها خاطئة؟ طيب، خلينا نقرأ يعني كم نص قرآني ونشوف إن كانت هذه المقولة يعني تتوافق مع القرآن أم لا. أول آية تقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، حتى تصل الآية إلى لفظة ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكلمة إرهاب already هي واردة بمفردة قرآنية صريحة، ولم نأتي بشيء من جيبنا. وقف أحد الشيوخ أو رجال الدين في مكان ما في إحدى الدول، لا أتذكر أي دولة، وقال بكل صراحة: نحن إرهابيون، بنص القرآن الكريم أو بحسب كلامه، القرآن الكريم بحسب ما هو، حتى لأن هذه كلمة بين قوسين. حتى اسمه عزام يعني مش فاكر اسمه ولا هذا، شكله في ذهني. عزام شيخ قبيل فلسطيني وكان مجاهد في أفغانستان. بالضبط. فيقول بأنه الإرهاب يعني قاعدة من قواعد الفكر الجهادي عندهم. هذه إحدى الآيات، وأنا راح أخذ دعني من كل آيات: اقتلوهم حيث ثقفتموهم، قتال فيه كبير، كتب عليكم القتال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هاي كلها راح أتركها على الإطلاق، راح أترك هاي الآيات جميعا، لأن الكلام بها طال شرحه وتفوق به الكثيرين وتقدم به الكثيرين عن هذا الهدف. ولكن أنا راح أخذ آية واحدة بعيدة عن هذا المضمون كلياً، ونرى آلية تعامل القرآن بأي شخص يراه هو مختلف، بمن يصفهم القرآن بأنهم أعداء الله أو أعداء الرسول أو المفسدون في الأرض، هؤلاء الثلاث. فشوف الآية اللي واردة بالمائدة تقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن إيش؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني محارب لله ومحارب لنبي الإسلام وفاسد مفسد في الأرض. مين عندك؟ اعطيني مثال لمفسد في الأرض أكسى على سبيل المثال، على سبيل المثال لنأخذ هتلر. هتلر شوى الناس شوي. بالضبط. إحنا كإنسان ما علاقتي بهتلر على سبيل المثال؟ هل ستكون علاقتي بهتلر أنا أقول أخذ له يعني أضرب له تحية على سبيل المثال، أخذ له أضرب له سلام تعظيم سلام زي ما بيقول المصريين؟ بكل تأكيد لا. علاقتي به رح أقع عليه القصاص العادل القانوني، جدلا قصاصي هو الإعدام. ما هي آلية الإعدام التي أعدم بها هتلر؟ هل أضربه برصاصة برأسه على سبيل المثال؟ أشنقه؟ الدول كلها متعارفة على هذا المعنى، أحطه على كرسي كهربائي موجودة في بعض الدول، يضربوه إبرة ويموت بها موجودة في بعض الدول، تمام؟ لأنه القصاص هو بإبعاد أو إعدام هذا الشخص من الحياة، إبعاده عن إبعاد شروره من الناس. الآن أنا أجي أسأل، شو إلنا بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف؟ أي يقتلوا أو يصلبوا. طبعا التصليب هذا معنى كان متعارف في ذلك الزمن أن يصلب الإنسان، ولكن تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، الإنسان تقطع يديه ورجليه ويرمى حتى يموت. مين الذي يخطر في باله هاي آلية القتل هذه إلا لو كان طاغية من طغاة زمانه؟ إلا لو كان طاغية من طغاة زمانه بكل، حتى الأديان اللي سبقت، الأديان الإبراهيمية اللي سبقت بكل إرهابها، الأديان على الإطلاق احنا نراها أديان إرهابية بشكل عام. العهد القديم أيضا جاء بقتل عماليق بأطفالهم ونسائهم وبقرهم وحمارهم وما أعرف إيش، أيضا قال هذه أيضا إرهابي. ولكن الوصف الذي وصفه القرآن لآليات القتل وتنفيذه من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أيضا وصف بالكثير من التشفي، بالكثير وضربوا منهم كل بنان، ضرب الأعناق، كذا جئناكم بالذبح إلى آخره من آيات الآيات وأحاديث التي تؤيد آليات ونوعيات القتل. الإسلام متفرد بها. إحنا الآن في زماننا هذا الحالي المسيحية خلاص، المسيحية أصبحت يعني جمهور المسيحية المسيحيين أنفسهم خلاص تجاوزوا آلية طغيان الكنيسة وطغيان المسيحية أيضا، وكذلك اليهود خلاص طووا هاي الصفحة، أصبحوا مجتمعات علمانية ترى بأن التدين محله فقط في مساجدهم أو جوامعهم أو بيعهم إلى آخره، يتواجدون هناك. أما نحن اللي لما نرى على الإسلام، الإسلام حتى الآن صايع بالشوارع، الإسلام حتى الآن هذا الواقع أخي، هذا الواقع. كلاب الإسلاميين تعض الناس بالشوارع. اللي يقول ديني غير هذا الدين أخي قدم لي الأطروحة البديلة، قدم البديل، قدم البديل. أولا عليك أنت كمسلم، كمسلم إذا تريد تقول بأن دينك ليس له علاقة بالإرهاب أخي روح اقتل داعش ونية. ليش تخلي على سبيل المثال فرنسا وبريطانيا ولنقل روسيا ولنقل أمريكا وغيرها تجي تحارب بالنيابة عنك كما هو المعتاد دائما عند المسلمين؟ الحرب بالنيابة قطع أخي خلدون، يعني أنا بتمنى يتظاهروا مو يقاتلوا، يتظاهروا. أنا لا أطالبهم حتى بالتظاهر، التظاهر إحنا نتظاهر، التظاهر يتظاهروا الأمريكان، التظاهر يتظاهروا الفرنسيين. دور المسلم إذا يريد يقول إنه ديني لا إرهاب عليه خليه يروح يحمل السلاح ويروح يقاتل داعش. بالضبط. خليه يروح يقاتل داعش وينهي موضوع داعش،
واجب الآن عليه هو. إذا الأزهر يقول عنهم أنهم خوارج صح لم يكفرهم، ولكنه يقول عنهم خوارج وأن قاتلهم يدخل النار يدخل الجنة، روح يا أخي روح. فهي فتوى الجهاد، هذه فتوى الجهاد. أنت دينك الآن، دينك الآن متهم، دينك الآن متهم، اثبت براءة هذا المتهم. المتهم بالأدلة والقرائن، مو المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أوردي هو مدان، أوردي هو مدان، انتهى الموضوع. إذن اذهب أنت يا أخي واذهب واثبت براءة دينك. إحنا الآن نقول بأن الراعي الحصري للإرهاب على وجه الأرض حاليا، للإرهاب الدين على وجه الأرض حاليا، هو دين الإسلام، هو دين الإسلام. هذا هو الواقع اللي إحنا به. يتغير الواقع لو قدم أبناء هذا الدين أطروحة أخرى، ولو قدم مش أطروحة، أطروحة يعني يعطيني كتاب كما يقولها سين وصاد من الطوائف، لا، يروح يثبتها على الأرض، يروح يثبتها على الأرض، تمام؟ هذا الكلام المطلوب منهم. أما أنه تقول لا داعش لا تمثل الإسلام، الإرهاب لا دين له، هذه المقولة يعني أركنها على جنب، هذه مو شغلنا إحنا، هذا شغلك أنت. إحنا الآن موجهي لك أصابع الاتهام بيك، أصابع الاتهام بيك أنت تثبت عكس هذا، خلاص اثبت، الملعب أمامك. سوريا والعراق موجودين مفتوحين لكل من هب ودب، مثل ما يدخلون الإرهابيين ادخلوا أنتم المصلحين، ادخلوا روحوا ساندوا الشعب هناك وخلصوا من داعش وجبهة النصرة وأي بطيخ هناك موجود، وخلي نشوف، خلي نشوف. أنت قاعد تقول لي بأنه الإرهاب لا دين له، حبر على ورق، كلام فاضي لا أكثر ولا أقل، شعارات بالضبط، يعني شعارات لا أكثر، لا تعني شيء، لا تعني شيء، صحيح. عندي السؤال الثاني يا أخي خلدون، هو سؤال من صديق متابع لبرنامجنا في الواقع، يقول السؤال: ما مدى صحة الحديث الذي رواه أبو هريرة أن محمد قال تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بالياء، رواه الترمذي؟ شوف، أنا بداية أنا لا أتكلم عن الترمذي ولا عن البخاري ولا عن شيء، ليست خبرتي التنفيذية بهم. أهل مكة أدرى بشعابها، هذا السؤال توجه لأحمد حرقان، ولكن أتكلم لك من منظوري اللي يحمل خلفية شيعية. موضوع هذا الحديث طبعا يتكلم عن ما يسمى آخر الزمان بالمهدي المنتظر، هم اللي مجمع عليه كل أطراف المسلمين سنة وشيعة، طبعا هذا إذا اعتبر أحدهم الآخر طرف من أطراف المسلمين، لأنه أحدهم يعني شبه يكفر الآخر. السنة كفرت الشيعة، يعني شبه يكفر بالحقيقة، يكفر الآخر يعني. أي لا لا، أنا أقول شبه حتى لا يجيني واحد ويقول لك لا إحنا ما مكفرين الطرف الآخر، أنا بعطيه على مزاجه، أنا بعطيه على من هو. بكمل لك الكلام. مسألة المهدي المنتظر هي أطروحة أجمعوا عليها جميعا، اللي هي أطروحة المنقذ آخر الزمان وغير ذلك. السنة عندهم تحسس من مدح الإيرانيين، فلذلك كل ما يجي وصف لكلمة خراسان السنة تراهم يضعفون الحديث. ليش؟ لأنه لا يريد أن يتقرب بالمدح لأي جانب إيراني، هو يرى بأن الإيرانيين هم طائفة شيعية مختلفة عنهم، فلا يريد أن يزرع في أذهان أتباعه أي تصور يعني بالمؤدى بالبعد راح يتوجه للشيعة، لصالح الشيعة. فلذلك تراهم يضعفون الأحاديث التي ترد بها كلمة، غالبا ترد بها كلمة خراسان. الشيعة لديهم قناعة بأنه الرايات السود تأتي من خراسان، وهم منتظرين، هم منتظرين هذا المنقذ آخر الزمان. والسنة إذا كانوا ينتظرون أو لا ينتظرون أو يوجهونهم على أنه آخر الزمان هم داعش أو غيرهم، فأنت تعرف بأنه الآن
الرايات أو الأعلام أو الشعارات لأي منتج، لأي منتج يعتمد على إيش؟ يعتمد على الديزاينر المصمم. أنا بعمل لوجو الآن لمشروع معين، لقناة معين، أجهر على سبيل المثال، لما تعملوا له لوجو، اللوجو مستمدة من أفكاره طبعا، اللوجو مستمدة من أطروحته هو. أطروحة داعش استفادت، أو القاعدة بشكل عام استفادت من إيش؟ استفادت من أنه آخر الزمان تأتي رايات سوداء، حملنا راية سوداء، قالوا هاي الراية تبعنا. الشيعة يقولون لا، الراية السوداء تعني بما معنى شبه العمائم، العمائم السوداء، والعمائم السوداء عندهم أكثر، يعني هم أكثر عند الشيعة، فيصورون هذا التصور، هذا هو تصورهم. فلديهم هم في المستقبل لكلا الطرفين مشروع ما يسمى بأن يمتد حكم المهدي على وجه الكرة الأرضية بالكامل، بمعنى بحسب الآية التي تقول ليظهره على الدين كله. هم يتصورون بأنه هذه الآية إشارة إلى دولة المهدي آخر الزمان، التي ستملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن كانت قد ملئت ظلما وجورا، وينتشر العدل والسلام الإسلامي على كل ربوع الأرض، وسترفع أعلام المسلمين في كل مكان، في روما، في البيت الأبيض، في كل شيء. فهذا من 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 خيالاتهم ومن تصوراتهم. الفرق بين الطرفين أنا أراه كتتبع الشخصي أن الانتظار عند السنة غير محدد، يعني بما معنى عفوا غير محدد بشخص له مواصفات معينة. كل المطلوب أن يأتي واحد يدعي أنه ينتسب إلى ذرية محمد، هم يميلون أن يكون هذا الشخص من ذرية الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فأي واحد راح يقول أنا رجال حسني خلاص راح يبصموا له ويقولوا له أنت الخليفة آخر الزمان أو أنت المهدي آخر الزمان، كما هم يتصورون قد يكون هو أبو بكر أو من يليه، أو أبو بكر البغدادي أقصد، أو من يليه أو شيء من ذلك. كل هذا الكلام احنا نسميه تخاريف سنية. ننتقل إلى التخاريف الشيعية. شو تقول التخاريف الشيعية؟ تقول بأنه يأتي من ولد الحسين إلى آخره، اسمه كذا أو أبوه كذا، أمه فلانة، موجود الآن حي، غائب منذ أكثر من ألف سنة وربع تقريبا، أقل من ربع بشوية، وينتظروه الرجال، راح يجيهم شاب قوي جدا وسيقودهم للنصر على جميع أعدائهم، وسينقذ الإسلام والمسلمين إلى آخره كذا. الانتظار عند الشيعة احنا نسميه بتصنيفنا العلمي هو الانتظار السلبي، لأن هم منتظرين خرافة تأتي آخر الزمان ليتحضروا. ولكن هم يعني إيران أو غير إيران أو غيره، إن كانوا يتحركون ضمن هذه العقيدة، وهو ليس بثابت هذا الكلام، إن كانوا هم يتحركون بهذا الاتجاه، هو ليس مثبت بأنهم يتحركون باتجاه بناء دولة قوية عشان يأتي المهدي آخر الزمان ويجد له ضلع موجود يحمله، أو حزام يقوي ظهره أو يشد ظهره إلى آخره. هذا الكلام كله يرمى إلى الخلف ولا يعني شيئا. الإيرانيون كشيعة يستغلون كل الشيعة خارج أراضيهم لأن يكونوا خطوط دفاعية عنهم هم، وهو تلاعب معروف جدا. أنشأوا حزب الله في لبنان حتى يكون شوكة غصة ضد إسرائيل أو ضد اللي يأتي من تلك الواجهة، والعراق كسبوها تقريبا بأحزاب إسلامية شيعية، تمويلها وقوتها وتثقيفها كلها إيراني، وتدخلوا أيضا حتى في اليمن بدعم الحوثي وغيره عشان يتمكنون أيضا من تمكين أو خلق جبهة قتال بعيدة عنهم أيضا في حال نجحوا بذلك. هذا اللي عم يصير.
كلا الطرفين، كلا الطرفين سنة وشيعة ينتظرون دولة ستحكم آخر الزمان وستقضي على باقي الأديان بالمجمل. لطيف. يعني مثل ما بنقول كل واحد بيشد الحافلة صوبه، يعني المسألة معروفة بين الشيعة والسنة للأسف. يعني طيب عندي السؤال الثالث، كما تعلم من النادر جدا أن تجد حزب أو تنظيم إسلامي لا يعتمد الإرهاب كسياسة أساسية. نعم. برأيك ما هو السبب؟ السبب ببساطة شديدة، ببساطة شديدة هو ما يسمى بالسيرة النبوية العطرة التي جاءت بآليات التعامل السياسي الذي اعتمده التي تعتمده الأحزاب الإسلامية بشكل عام أو الإسلاميين بشكل عام، آليات نبيهم كانت آليات إقصائية، كانت آليات تصفيات، لن يسمح بوجود مخالفين ومعارضين لمفهوم دولة النبي، وهم كدولة أو كحزب هم يستمد طاقته من أفكار وطاقات نبيه. وكذلك إذا ذهبنا إلى الأحزاب الشيعية، طبعا نتكلم عن الأحزاب السنية، إذا ذهبت أنت للأحزاب الشيعية ستجد نفس المعنى، هم أيضا يعتمدون على سيرة نبيهم وسيذهبون نوعا ما إلى سيرة علي حينما حكم. أيضا علي لم يسمح لأحد بأن يجادله على الحكم، لم يسمح لأحد، هم قاتل من؟ علي قاتل زوجة نبيه، وقاتل جيش الشام بقيادة معاوية، وإلى الحربين هذين الكبار اللي هي الجمل وصفين. واحد راح يقول لك حروب دفاعية، يعني هم اللي أجوا هجموا عليه، هم اللي أجوا هجموا عليه. طيب أنت ألم تستطع إيجاد حل سياسي في تلك اللحظة، حل سياسي يحقن دماء المسلمين؟ أنت تقتل دماء مسلمين اللي اجوا مع عائشة، من وين اجوا؟ اصدقاء ورفاق الدرب يعني، تمام، من وين اجوا جماعة عائشة؟ من وين اجى جيش معاوية؟ على الاطلاق اذا انت تريد تسميهم منافقين، كذابين، خوارج، كفرة، انت ما نطقت بهذا المعنى. طيب ليش ما قتلتهم كلهم؟ انت ليش ما قتلت عائشة وخلصت الناس منها مثلا على سبيل المثال؟ لأنه قادة جيش أمامك، اللي سويته قلت لها لا ارجعي إلى بيتك وانتهت المعركة، أنا انتصرت، انتهت المعركة، كانت المعركة معركة هزيمة وانتصار إلى آخره. المعنى أرجع إلى ربط الفكرة، أن الأحزاب الدينية بشكل عام لا يمكن أن تتعامل بفكرة تقبل الآخر، ولا يمكن أن تتعامل بفكرة العمل السياسي المشترك. لا يمكن الحزب الإسلامي يأتي أساساً بأطروحة أنني أنا أمتلك الصواب، أنني أنا أمتلك الحقيقة. المشكلة وين؟ المشكلة لما يأتي جان أو يأتي خلدون أو يأتي سين أو يأتي صاد ويدعي أن معه الحقيقة المطلقة. هاي قضيتنا إحنا. الأحزاب الإسلامية هي أحزاب تستمد اللوجو تبعها أو تستمد شعارها، أفكارها، دستورها من دينها، من رجالات دينها السابقين، الرموز الكبرى كنبيهم أو أوليائهم أو خلفائهم أو أئمتهم بشكل عام يستمدوها منهم. هذه الآليات لما يستمدوها منهم النتيجة ماذا؟ النتيجة ماذا؟ إقصائية. لا يمكن أن يتقبل الآخر، ولا بد أن يقول أن معي الحقيقة المطلقة. بوجودك أنت كجان مدعي لحقيقة مطلقة، لن تسمح لأحد آخر أن ينافسك على هذه الحقيقة أو أن يدعي أنك أخطأت. نفس الشيء، كل شخص يدعي الحقيقة المطلقة خلاص أصبح هو متطرف. هذا الفكر الديني بشكل عام، وهذا فكر السياسة الدينية. طيب أخي خلدون، عندي السؤال الرابع،
مارين لويان وهي زعيمة معارضة مما يسمى باليمين المتطرف، تقول القضاء على الإرهاب يتطلب بالضرورة غلق المساجد وطرد الأئمة بعد تجريدهم من الجنسية الفرنسية. برأيك هل سوف تسلك الحكومة الفرنسية هذا الاتجاه أم أنها ستسير في سياستها القديمة؟ لا، هي السياسة القديمة لابد إيجاد لها بديل. أنا أتصور بأنه الضربات الحالية أو الضربة الأخيرة راح يجدون بديل لسياسة أخرى لن تجدي نفعا. أنا من الآن أقول لك أيضا لن تجدي نفعا. العملية الصحيحة هي بإقصاء أو تنشيف بقع الإرهاب، مستنقعات الإرهاب التي تنشر حشراتهم وتنشر بلاعة. يا أخي أنت كيف تسدها؟ غير تسد البلاعة بالكامل، غير تسد البلاعة بالكامل. إذا أنت مجرد تحط على سبيل المثال شوية مبيد حشري راح ترجع البلاعة موجودة. البلاعة يا أخي أنت ما سكرتها، ما نهيت البلاعة بالكامل. عليك أن تهدم بنيان البلاعة بالكامل وتبني عليها مفهوم آخر وتلغيها للبلاعة، لأنه هنا هذه المجاري، هذه المجاري لا يأتي منها إلا الصراصير إلا الحشرات. أنت رائع يا خلدون بالفعل، يعني عفوا يعني وصف شعراء بكل معنى الكلمة. هذا الواقع يا أخي، هذا الواقع. احنا ليش نكذب؟ أنت تارك عندك على سبيل المثال براس الحارة حشاك وحشاية وحشى الطيبين. براس الحارة في بلاعة، البلاعة يومية تجمع الصراصير حولها ويجون يتكلمون بأنه كل من يحيطنا كافر، ويصلون بالفاتحة التي تنتهي بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم مين يا عزيزي؟ اليهود. والضالين مين يا أخي؟ هم النصارى. طيب على رأسي هم هذا الكلام. أنت فاتح جامع عندك الفرنسي، أنت أتكلم مع النظام الفرنسي، يعني هو أكيد ما راح يسمعني، وأتمنى أن تصل هذه الكلمة إلى أي شخص يستطيع دفعها. أنت يا أخي تسمح لشخص يقول عنك أنك ضال أو أنك مغضوب عليك، إمتى راح تنتظر من عنده أنه يكون مسالم؟ كيف تنتظر منه يكون مواطن؟ كيف تنتظر منه مفهوم مواطن؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ لا يوجد أساس لبناء مواطنة، لا يوجد أساس في هاي المساجد والجوامع، لا يوجد أساس مواطنة. الأساس الوحيد أن نحن مسلمون داخل أن نحن صراصير داخل المسجد أو داخل البلاعة عفوا، وأنتم خارج البلاعة كفار. بالفعل يعني صراصير، وسنجعل بلادكم مزبلة حتى نقدر نعيش عليها. يعني ما في غير هالمعنى، ما في غير هالمعنى، لأنه الصرصور ما يقدر يعتاش في المكان النظيف، لا يعرف أن يعيش في مكان نظيف، لا يستطيع. يعني أنا بقول بلكي إنه يعني الإجراءات اللي أنت اللي عم تحكي عليها الحكومة راح تأخذها وتكون يعني مجرد مثلا حالة تنقلية للأصعب أو خلينا نقول للحل الجذري. شوف، مبدئيا هو أمام شعوبهم، هم سيعانون قريبا من مشاكل الضغط التيارات اليمينية عندهم في دولهم، لأنه التيار اليميني ما راح يجلس ويتفرج، ما راح يرضى بأنه بلده الذي وصل إلى بلاد الدرجة الأولى أن ينهار على أيدي شراذم. لن يسمحوا بذلك، هذا الكلام لن يتحقق. الحل الأمثل بالنسبة لهم هو ماذا؟ الحل الأمثل بالنسبة للحكومات هناك أن يرضي أو أن يعمل موازنة ما بين التيار اليميني وما بين التيارات المتطرفة الإسلامية اللي عنده أوردي. إما أن يبدأ بحركة استخباراتية عالية ويبدأ بلملمتهم والقضاء عليهم بأسلوب عمل استخباري أمني، ويعني ينشط ما يسمى بالجهاز بالأجهزة البوليسية عنده،
وإما أن سينجح اليمين لأن كل خطواته ما راح تكون متكاملة، وسينجح اليمين مرة بالمستقبل بأن يقنع الشعب بأنه أنا حلك الوحيد، أنا حلك الوحيد بأن أكون أنا متطرف لصالح شعبي. يعني يأتي فرنسي ويقول الفرنسيون أولا، راح يتعامل مع الـ 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 المسلمين الذي هناك بأنهم درجة ثانية أو ثالثة، بالتهجير، بالسجون، بتقليل المعاشات، بالطرد، بأي صورة كانت. وهو في تلك اللحظة إذا لم تستطع هذه الحكومات الآن أن تتصرف بموازنة صحيحة بأسلوب صحيح، في تلك اللحظة لن يلوم أحد اليمينيين. بالضبط، يعني وهذا الشيء بنخاف منه. يعني نحن كما يعني كناس غير مسلمين، يعني حتى المسيحيين الشرقيين، الملحدين، الأزيديين، في كثير ديانات وفي كثير معتقدات وفي كثير أفكار، يعني شرقيين لا علاقة لهم بالإسلام حتى، يعني راح نكون ضحية لهالمسألة هي للأسف. أنت بالمستقبل توقع أنت أسمر وأنا أسمر على سبيل المثال، بكر احنا شكلنا باين كونه جاي من الشرق الاوسط طبعا، فبالتالي هم راح يتوجهون الى، لو نجحت التيارات اليمينيه بالتقدم، الى ان تكون انت احد اهدافه. بالضبط، للاسف يعني نحن بنكون نحن الواقفين ضد هالفكر الديني هذا نكون ضحايا، يعني ضحايا. احسنت. نفس فهي اصبح مثل الواجب على الجميع انه هذا الفكر المتطرف يجب إيجاد حل عاجل له. بالضبط. عندي السؤال الخامس، أغلب السياسيين الغربيين يؤكدون مرة تلو المرة أن هؤلاء الإرهابيين لا يمثلون الإسلام الحقيقي، بين قوسين السمح طبعا. طيب برأيك لماذا يصر السياسي الغربي على هذا النهج والموقف، مع أننا جميعا يعلم عنهم الفطنة والذكاء، أو على الأقل أنهم ليسوا بهذا الغباء السياسي؟ الذي أتوقعه أنا شخصيا، القضية كلها مشكلة النفط في الخليج ومشكلة حكومات الخليج بالدرجة الأولى. حكومات الخليج، حكومات بالمناسبة حكومات الخليج بدون استثناء، لا تستثني حكومة خليجية واحدة، من السعودية ابتداء بالسعودية إلى قطر إلى الإمارات إلى البحرين إلى الكويت، عمان اعزلها، عمان لها وضع آخر. ست دول خليجية هن أسس الإرهاب وتمويل الإرهاب في كل مكان. تركيا أصلا ما تقدر تمول الإرهاب من جهة، لولا دعم الخليج لتركيا استمرت تركيا بتمويل الإرهاب. إذا توقفت الخليج من دعم تركيا، تركيا راح تنعزل وترجع مثل أيام زمان، ترجع مثل قبل خلينا نقول 7 سنين، سياسة عدم التدخل بشؤون الآخرين. الخليج هو المشكلة أخي، الخليج منبع من منابع المال والاستهلاك الدولي. يوم اللي يصير خاف واحد يقول لك جاب الإمارات بالنص، شو جاب الكويت بالنص، شو جاب البحرين بالنص. لا أخي، روح راجع وشوف تصرفاتهم، شوف تصرفاتهم شو بيعملوا وشوف وكيف بيعملوا. جزء من الخلايا الإرهابية التي اكتشفت في العراق تمويلها إماراتي صريح، جزء من ما تفعله البحرين دولة إرهابية، الكويت نص مصيبة العراق ونص مصيبة سوريا هي الكويت، والسعودية البطل الذي لا يقارن. لا 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 لا، هذه القصد من هذا الربط. الدول الغربية بشكل عام أمام خيارين كلاهما مر، إما أن يقضي على الإرهاب بالجميع، فبالتالي يجب أن يقضي على الحكومات الخليجية اللي هي سند مالي كبير للغرب، يا إما أن يتحمل أن يتعايش مع هذا الإرهاب وسيقع في محذور شعوبه، أن شعوبهم ستتحول إلى أن تكون أو احتمال تصنع ثورات بالمستقبل. لا تستبعد شيئا، إذا الحكومات الغربية ستبقى بهذا الأسلوب لا أستبعد أن تنهض الشعوب الغربية ضد حكوماتها، أمر جدا متوقع. أنا لي اقتراح قانوني واقعا، ويمكن أن يتم تنفيذه على أرض الواقع،
وسبق أن نفذه مجلس الأمن والأمم المتحدة على العراق، وسبق أن نفذه مجلس الأمن والأمم المتحدة على ليبيا أيضا. لما قررت الدول العظمى اعتبار نظام صدام حسين أنه نظام داعم للإرهاب ومخلخل لاستقرار الاستقرار الإقليمي والدولي، صدر قرار أنه هذا الرجل ونظامه يجب أن ينتهي، وجاءوا إلى العراق. أنا بالنسبة لي، قد يزعل الكثيرون، أنا لا أعتبر أمريكا احتلت العراق. أمريكا تعاملت بالعراق بواقع الوصاية. الوصاية إيش؟ الوصاية لأنه لم يؤهل العراق دولة بديلة عن صدام حسين، دولة تكون مسالمة ديمقراطية بديلة عن صدام حسين، فجاء يجب أن يضع إيده ويكون وصي على هذه الدولة، مش أمريكا الوصية، النظام الدولي أقصد. فعليه يا أخي، نحن نعاني من واحد الخليج بالكامل، ستة دول في الخليج نحن نعاني منها، نعاني من إيران، نعاني من تركيا، ونعاني من سوريا، وحتى لبنان جزء من قضية من الإرهاب أيضا موجود في لبنان. لدينا مجموعة من الدول تعاني من الإرهاب، ويمكن يمكن يمكن تجد بعض الخيوط موجودة في دول أخرى، ولكن هذه على رأس القوائم. لبنان يمكن خط ثاني بعيد، ولكن الخليج، إيران، تركيا وسوريا هي على رأس القائمة حاليا، على رأس القائمة. على المجتمع الدولي أن يقرر إنهاء الأنظمة الداعمة للإرهاب كليا بالكامل، بالكامل ينهيها، ويضع الوصاية على هذه الدول، يضع الوصاية الدولية على هذه الدول حتى يبني نظام علماني أو ديمقراطي أو نظام منبثق من هذا البلد، مسالم ما له علاقة بالحروب. هذا واجب عالمي دولي، أصبح أصبح واجب دولي. هذا أجد أنه هذا الحل هو الأكثر موضوعية في الفترة الحالية. نحن نشد على إيدك، يعني نتمنى نتمنى ينتهي هذا الخراب، يعني للأسف. لا. للأسف تماما. في عنا السؤال السادس هو الأخير، يعني مشان ما نطول حلقة كمان على أصدقائنا، بس بدنا شرح مفصل يعني صراحة. طيب روح. بما أنك من خلفية شيعية، حدثنا عن الإرهاب الشيعي والفرق بينه وبين الإرهاب السني على الأقل في العصر الحديث. أيه. لماذا لا نرى إرهابا شيعيا عالميا مثلا يعني؟ حتى أكون موضوعي بالنقد، أنا قدمت بأنه الشيعة يتوقعون في المستقبل وجود منقذ لهم آخر الزمان، وهناك سيتحول الشيعة إلى داعش حاليا، إلى آلة إرهاب، إلى آلة إرهاب دولية. الآن الآن الشيعة مضمون آخر، الشيعة في مضمون آخر. هم في قضية مهمة أخي جان، الشيعة أقلية عبر التاريخ، من يوم صاروا حتى الآن هم أقلية، وأي تقدم لهذه الأقلية سيجابه بحرب من الأغلبية. الأغلبية إيش؟ المكفرة لهم. واضح الصورة؟ أنه الأغلبية المكفرة لهم لن تسمح لهم بالتقدم، لن تسمح لهم بالانتشار. فأهم الشيعة عبر التاريخ هو بالتمكن من وضعهم الحالي فقط. إيران تمثل خطر، نعم لا ينكره أحد، امتلكت النووي، جيشها جيش قوي جدا، ممكن أي واحد يقولها الإيران أنا سأشن حرب عليك، إيران تقول له لن تستطيع، نحن نستطيع أن نشن حرب بالمقابل وتكون مدمرة للطرف الآخر. ففرضت نفسها على الجميع من خلال تعاملها مع الشيعة في العراق، والشيعة في سوريا، والشيعة في لبنان، والشيعة في اليمن. زرعت إيران خطوط حماية حولها، اللي سوته إيران بأن زرعت خطوط حماية، يعني بدل ما يدخل الصراع إلى أرضي أنا أنقل الصراع إلى أراضي الآخرين.
الشيعة في العراق للأسف الشديد للأسف الشديد يتخيلون أن إيران تحميهم لسواد عيونهم حبا بالتشيع أو حبا بالشيعة في العراق. أبدا، القضية أنتم يا أخي لستم أكثر من درع لإيران، لستم أكثر من درع لصالح إيران. هذا الدرع مدى تحطم ثم عود يأتي الإرهاب أو عفوا يأتي المد القتالي لأرضهم، ذاك الحين هم سيبدأون قتالهم المباشر. ولكن طالما لدينا فرصة أن ننقل الصراع خارج أراضينا فهم مستمرين. ما فعلته إيران من دعم حكومة بشار الأسد لا يمكن وصفه بأنه دعم مسالم. أكيد لا، كنت أكيد لا. بالضبط، لا يمكن وصفه بأنه دعم مسالم. يمكن دعمهم بالعراق لصالح الحكومة الشيعية في العراق له طعم آخر، بين قوسين له طعم آخر. ليش؟ لأن الذي يحارب الشيعة في العراق هي داعش. داعش مبغضة من الجميع، فبالتالي دعم الشيعة في العراق قد لا يوجه على أنه إرهاب. لكن دعم بشار الأسد كنظام شو تسميه؟ شو اللي بدك تسميه؟ أساسا بشار الأسد رجل دكتاتور، رجل طاغية على شعبه، هو الذي قتل وهو الذي حطم، هو المبتدئ، هو المبتدئ، تمام؟ وكل ما حدث في سوريا كان ردود فعل لما فعله بشار الأسد. يعني بهالمناسبة هاي، بس أنا يعني إنه بشار الأسد أصلاً لو من البداية من المظاهرات الأولى بدرعة، يعني لو كان وطني، يعني نقول 5% عنده وطنية، يعني كان بقدر يلفلف الموضوع ويبقى هو بالسلطة، حتى ممكن يكون قائد الجيش يعني ويمشي الأمور على كيفه. بس يعني الحقد الطائفي، يعني أنا رجل سوري وعايش. أنت لم تكن في سوريا أول ما بلشت المشاكل؟ أكيد لا، بس يعني أنا كنت في سوريا أول ما بلشت، وأصدقائي هناك كانوا شيعة سوريون. تصور من أول يوم بلشت المظاهرات، وكانت مظاهرات بسيطة وباردة ولم تتعدى على كلمة بشار الأسد ولا على النظام. لا كانوا يقولون الله وسوريا، قط المحافظ كان يعني، لا كان الله وسوريا وحرية وبس، هيك كانوا ينادون. شالوا كلمة بشار، قام ينادون الله وسوريا وحرية وبس. وأول نداء، ما أعرف إذا أنت متابع ولا لا، كان بالحريقة طبعا. لما شرطي سير ضرب كف لمواطن سائق سوري، واجتمعوا شباب حوله وبدأوا يهتفون الله وسوريا وحرية وبس. وكانت تعرف أنت الربيع العربي ودخل آخرا إلى سوريا، يعني كانت أوردي مصر انتهت وتونس انتهت ويمن وليبيا أيضا كانت في أوجهها. آخر شيء دخلت إلى سوريا. صدقني يا أخي جان، من أول يوم أصدقاء الشيعة السوريون ماذا يقولون؟ تفضل. يقولون هذا دعم سعودي، وهؤلاء وهابية، وهؤلاء سيتمكنون إذا جاءوا للحكم راح يقضون علينا. الشيعة هناك، الشيعة، أنا لا أتكلم عن العلويين، ها، أصدقاء الشيعة سوريين وليسوا علويين سوريين. الشيعة السوريين لا يتجاوز عددهم في سوريا بالكامل 300,000، فعندهم شعور بأنهم أقلية في غاية الاضطهاد، وخائفين من خيالهم، خائفين من خيالهم. فاللي صار، قلت له أنت غلطان، هذا شعب تعبان، شعب زهق، خلاص تعب من دكتاتور، انتهى، لازم أنتم تقولوا لهم تعالوا. وقلت له أنتم كشيعة لازم تصفون معهم. الوقت الآن وقت بلد، مش وقت طائفة. هذا اليوم رقم واحد، لسه ما في شيء. مجرد صوروا حدث الحريقة بموبايل أو موبايلين وانتهت الأحداث. لسه درعة ما بلشت وقطع الأظافر ما بلش، كل ما بلش هذا الكلام. لسه أول يوم، بقول لك الشيعة هناك أو الطوائف الأخرى ترى بأنه يجب القضاء عليهم، على هؤلاء. شو صار؟
لم يستطيعوا أن يثبتوا أنهم هم مع التغيير للبلد. أنت أول ما بلش جيش حر، أول ما بلش التوجه العسكري ضد بشار الأسد ما يسمى بجيش حر، لا يوجد لا جبهة نصرة ولا جيش إسلام تبع زهران علوش ولا داعش، كلهم ما موجودين هذولا. يعني بهالمناسبة هي خلدون بس هيك عندي كلمتين، يعني زهران علوش أصلاً كان بسجن بشار الأسد وطالع وبيعرف إيش بده يساوي. الجيش الحر أصلاً لو ملاقي مثلاً دعم من غير السعودية وغير هالناس هي ما كان صار اللي شايفينه، هالجبهة النصرة وغيره وغيره. يعني أصلاً منعوا الدعم عن الجيش الحر الأصلي اللي انشقوا الشباب اللي انشقوا من الجيش وكونوا جيش الحر مثلاً مثل أسعد وغيره. يعني في كثير شباب انشقوا من الجيش، يعني لو هداك الوقت ملاقين دعم حر من شعبنا ومن شيء كان أكيد سووا، بس السعودية كانت بالمرصاد وقطر كانت بالمرصاد، وفي شغلة يرتكزوا عليه هو الجهل عن شعبنا للأسف. شعبنا جاهل من أول أيام أخي، من أول أيام أول ما بلش النظام يؤذي خصومة في سوريا بعنف، يعني بلش التحفز الطائفي عند الطرف الآخر اللي هو طرف المعارضة خلينا نسميه، بلش التحفز الطائفي العنيف. فاكر هذا الشيخ اللي كان إمام جامع بدرعة، نسيت اسمه، أنا جامع العمري، أنا نسيت اسمه، جامع العمري أتصور، تمام، رجل كبير السن وعنده أحد عيونه كريمة، يعني ما في يشوفها، ما في يشوف بيها. هذا الشيخ اللي كان أول ما دعا للجهاد وسواها جهاد إسلامي، وبعدها طلع على التلفزيون حطوه ويقول لهم لا أنا غلطان، ما في جهاد إسلامي، في إذا كذا إلى آخره من المواقف. عفوا أرجع إلى سؤالك حتى لا نروح بعيد، راح أعطيك حديث أو حديثين من الـ شلون احنا نسميه، من الروايات الشيعية التي تتكلم عن ايش، عن الجهاد، وشوف انت مدى الشبه بينهم وبين بينهم وبين الفكر السلفي بالتعامل مع الجهاد اللي هو فكر القاعدة وداعش وغيره. اسمع جان يقول عن، طبعا بنقلي هذا في كتاب وسائل الشيعة جزء 15 جزء يعني 15، الحديث رقم أبواب الجهاد، طبعا أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب وجوبه على الكفاية والاحتياج إليه. الحديث رقم 19901، يعني 19901. ينقل عن أبي عبد الله، أبي عبد الله المقصود به جعفر الصادق، قال رسول الله الخير كله في السيف. اسمع الكلام جاز، وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف، يعني لا يعدل الإنسان إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. ما في إرهاب نهائيا هنا، كيف؟ ما في إرهاب نهائيا بالمرة، ما في إرهاب. أحسنت. راح أكمل لك بعض ال يعني حديث أو حديثين آخرين. قال رسول الله، طبعا هذا الحديث اللي بعده مباشرة، قال رسول الله للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوفهم. ارجع اربط. والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم. قال من ترك الجهاد ألبسه الله ذلا، انتبه لي هنا، وفقرا في معيشته. فقرا، اربط في الحديث اللي وارد عند أهل السنة اللي يقول ايش، جعل رزقي تحت ظل ربحي، ومحقا في ديني، إن الله أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. ربطت حبيبي؟ هذا الكلام طبعاً. هذا الكلام طبعا، كلمة حبيبي أنا أعنيها، هي كلمة يستخدموها بعض الشيعة.
هم راح يعرفون أنفسهم من يتابعوا الآن. في إذا ذهبنا إلى باب التعامل مع المرتد. إحنا حتى نجي على الشغلة اللي تخصنا شوية. طبعا. المرتد. المرتد. مع حالك أيها الشيخ. أنا ما خايف على حالي، أنا كنت عدهم. كنت عدهم. فيس تو فيس. لا نحن يعني ما مجرد مزحة. بفهمك. أنا أيضا بكمل معاك لأكثر الأقل. عفوا. عند أهل السنة إذا أنت مرتد ماذا يفعل؟ ماذا كيفية التعامل معك؟ تقتل. نعم. تمهل 3 أيام للاستتابة. إذا تبت أهلا وسهلا. أنت خلاص مغفور لك. راح ترجع. إذا لم تتب يا أخي خلاص طار راسك. بالضبط. نذهب للشيعة. لا يوجد استتابة أصلا. هذول استعطلوا. رأسا. يعني على حد تعبير أحد علمائهم أو معممهم يقول بس يقول أنه هو غير مسلم قبل لا يلتف طير رأسه، قبل أن يلتفت طير رأسه، انتهى الموضوع. ليس له من ماله شيء، تصادر أمواله بالكامل، تطلق زوجته، يسفه بأحكامه بالكامل، إذا عنده وكالة لشخص معين تسقط إلى آخره من الأحكام الشرعية، يصبح كائن للقتل حصراً. حصراً. حتى إنسانية. أنت مع الطرف السني عندك 3 أيام تلحق على نفسك. حتى وإن كذبت سيقبل منهم استتابتك، يقولون بينك وبين ربك الباقي. بينما عند الشيعة ما في استتابة أصلاً. ما في استتابة أصلاً. طبعا هم يفصلون ما يسمى بالمرتد الفطري والمرتد الملي الى اخره، هذا كلام فاضي، بس الملخص المفيد انه ان الفكر الشيعي لا يقل ارهابا عن الفكر السلفي الجهادي، ها الجهادي لا يقل عنه ارهابا، واذا اردت اخي بل لديهم، نشرت انا عندي على صفحتي على الفيسبوك حديث ينهى به نبي الإسلام من الزواج بمن؟ من الزنج، من البشرة السوداء، وينهى من الزواج من الهند، وينهي الزواج من الكرد، وينهي الزواج منك. ممنوع أنت تتزوج من المسلمين أخي، ممنوع. ممنوع أنت تتزوج عرب، أنت مش شاب كردي من خلفية مسلمة، ما من حقك تتزوج، لأنك أنت خلق فاسد عند الأئمة الشيعة. أنت خلق الله خلقك فشل في خلقك، طلعت يجي غلط بالغلط وجيت أنت أو حياتك هيك بيتعاملون معهم. فلا مساواة، لا توجد مساواة عندهم، يعني لا الطبقية، يعني ديانة عنصرية أو الفكر عنصري. اثنين فكر يحظ على السيف والقتال وربحهم هو رزقهم، خلينا نسميه نفس العبارات اللي موجودة عن الطرف الآخر أخي، نفس العبارات بعبارات عن الأئمة فقط لا أكثر ولا أقل. راح أعطيك بعد بعض الأحاديث الأخرى، حديث يعني ما أريد أستعجل به، هذه اللي إحنا يعني الشيعة يلومون أحيانا السنة أو الفكر السني أو الفكر الوهابي بأنه متطرف أو شيء. شوف شوف هنا الكلام منقول عن علي ابن أبي طالب، يقول في خطبة له: أما بعد، طبعا هذا الحديث رقم 19913 في كتاب وسائل الشيعة جزء 15، يقول: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه إلى أن وصل هو لباس التقوى
ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، وهنا ننتبه لي وديث بالصغار والقماءة، وضرب على بالصغار يعني بالذل، وضرب على قلبه بالأسداد، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد، وسيم الخسف ومنع النصف. الخسف تعرف يعني أنه يصير عليك زلزال أو تروح قيمتك أو إلى آخره من المعاني اللي يقصدها بأحاديثهم. فأنت تتكلم مع، جيب الآن خطبة من خطب عبد شو اسمه هذا العرافي، جيبه وحطه الآن. يا أخي ما راح تميز الحديث منقول من وسائل الشيعة لو جايبه من البخاري، ما راح تميزه، ما راح تميزه. الفكر واحد يا أخي، الفكر واحد. فإذا أنت تقول لي أن الإرهاب الشيعة وغيره هو نفسه يا أخي، هو كوبي بيست لا أكثر ولا أقل، نفس النسخة، نفس النسخة لا أكثر ولا أقل. فغاية ما في الموضوع أن الشيعة لم تتمكن من امتلاك الحكم بالمدة الطويلة التي امتلكها السنة حتى يتبين طغيانهم الواضح. وحينما ملكت دولة مثل إيران تحت نظام شيعي ماذا حدث؟ زرعوا لها رأسا صدام حسين ليحاربها ويكبلها في أراضيها، حتى الفكر الشيعي لا ينتقل خارجها، لأنه أول ما أجى خميني قام بدأ يبلش مشروعه في تصدير الثورة، فخلاص قالوا إحنا راح الشيعة راح تدخل عندنا، قلصوهم. فالشيعة لم تتمكن حتى الآن من إبراز الوجه الكامل وعمق مذهبهم، خلينا نقول ملتهين طول عمرهم مع هذه، ولكن هم في انتظارهم للمهدي المنتظر، هو أبسط مثال لذلك. بالضبط، يعني مثل ما لاحظت في شيء مشترك يعني بين الإرهابين، يعني الإرهابين مثلا هذاك محمد بن عبد السنة يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، وهذا دليل انه غزو النهب هن الشيء الأساسي اللي بدنا اياه، وحتى موجود الحديث اللي ذكرته انت. تماما بالضبط. طيب أخي خلدون، نحن دوخناك في الحلقة، وأنا بكتير بتشكرك يعني على قبولك الدعوة، وأنا بتمنى إنه نلتقي كمان بحلقات أخرى. والإرهاب الشيعي هذا أظن يعني رح هيك نتطرق له كتير بمساعدتك يعني. عفوا. إذا في كلمة أخيرة تحب توجهها لجمهورنا ولجمهور الجهر بالإلحاد احنا تكلمنا جان الحلقة الماضية عن ضرورة الشباب اللي خارج الشرق الأوسط بدعم هذه المشاريع، بدعم مشاريع الشباب اللي متوجه بهذا التوجه، وطالبناهم بأنه هذا الأمر شبه واجب عليكم الآن. هذه أتمنى أن تصلهم رسالة من جديد، وأن يعوا بأن دورهم في الحياة أعمق من مجرد يعني من مجرد نيك نيم ويكتب كتابتين أو ثلاثة على الفيسبوك. يا ريت يكون توجه ويانا أكثر. صدقوني الجماعة يترنحون، كل اللي محتاجين من عندنا أن نوجه ضربة بالتوقيت والقوة اللازمة لا أكثر ولا أقل. بالضبط. شكرا حبيبي، شكرا كثير لك. أنا أظن صوتي لصوتك يعني بالفعل مثل ما قلت يعني تعبير كثير جميل عجبني، أن الجماعة يترنحون، هاي الوقت المناسب حتى كلتنا بصوت واحد نعلن جهرنا ونقول بوجه الجهل، بوجه التخلف والانحطاط اللي شايفينه، وهذا نوقف الحروب هي المأساوية اللي عم نشوفها وأهالينا عم نشوفوها بسبب هذه. تمام. فبتمنى كل إنسان ملحد خصوصاً اللي خارج هم الدرجة الأولى، هم الخط الأول اللي لابد أن يكونون، يعني هاي الرسالة هي إلهم، الخط الأول هم الشباب أو الشابات اللي خارج الشرق الأوسط وخارج شمال أفريقيا. هذا أصبح الأمر واجب
واجب شرعي، واجب تكليفي، واجب شرعي وفي فتوى، فتوى إلحادية. بالضبط يعني. ويا شباب نحن محتاجين يعني، نحن لوحدنا وكف لوحدنا ما بصير يعني. بتمنى وارجوكم تساعدونا يعني، نحن واقفين لوحدنا. اعدادنا، اعدادنا على ارض الواقع اعداد كبيره بالواقع جان، ولكن اغلبها، اغلب الشباب يخشى ال ال البروز واقعا للاسف الشديد. يعني في ناس بيخجل، وانا انا بتعجب يعني الانسان الملحد اللي يخجل من الحاده وهو في خارج العالم الاسلامي كله يعني. باوروبا يا رجل انت باوروبا تخجل على شو؟ خجلان يعني شوي 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 جون، معلش شوي شوي راح يجون. اسف. يلا ولا يهمك. اسف ما يا شباب عصبتونا جان، يلا تعالوا. يعني انا اسف عن جد، بس يعني نحن لحالنا وارجوكم ساعدونا يعني، نحن محتاجين مساعدتكم. وعلى كل حال انا اسف اذا طلعت الحراره شوي لفوق، ما تاخذونا يعني. انا بتمنى لكم اوقات سعيده، واتمنى انه تشتركوا معنا بقناتنا وتوصلوا صوتنا على الاقل لاصدقائكم. ويعني بايد بايد ممكن نبني يعني. تمام. وشكرا كثير لك اخي خلدون، وشكرا شكرا لك. نلتقي في حلقه قادمه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم ولمتابعتكم. شكرا.